يعني حسب رأيك إذا كان ممكن لخص تخش عليها جمهورية ثانية مؤسسات الجمهورية الثانية اللي نعرفوها قاعدة الأشخاص اللي تم انتخابهم يخدموا منظومة الجمهورية الأولى. فما حنين واضح للنظام السابق، يحبوا كل شيء في يد واحدة على أساس كونه هذا يعطي أكثر انسجام. سمعناها اللغة هذه لكن نعرفوها فين أدت، يعني كلمة حق يراد بها باطل. ثم احنا المسائل هذه اخي ما فكرناش فيها، لكن حبينا اولا نقطع مع منظومة الاستبداد السابقة ولو لفترة تجربة، وبعد نحاسبوا روحنا نشوفوا شنو كما قلت لك شنو اللي مشى مليح وشنو اللي ما مشاش مليح. الغث من السمين بالطبع. واخترنا كونه رئيس الجمهورية يقع انتخابه في المباشر باش تكون عنده سلطة معنوية كبيرة وقت اللي كما يقولوا تسخن البارتي وتولي فيما توترات كبيرة في البلاد، ينجم هو يلعب دور الحكيم